واحد غير 160 جود طالما ما عندوش كارديو فاسكولار ريسك فاكتورز. عيان عنده السكر او هيفي سموكر او هايبرتنسيف او بوزيتيف فاميلي هيستوري او بريماتشور كرونري، يعني العيله فيها حكايه المايكارديال انفاركشن دي كتير، والال دي ال بتاعه 118 ده كويس ولا وحش؟ المفروض ما زادش عن 100. في حاجه اسمها ال دي ال نورمال فور هذا الشخص، في دور ان انا بعمله كارديو فاسكولار ريسك اسسمنت. هنرجع للسكر، احنا في السكر مش عايزين ال دي ال ابدا يزيد عن 100، فلما الاقي 134 ده وحش. مش عايزين الترايجلسرايدز تزيد عن 150، ده 205 ده تسليم. مش عايزين الاتش دي ال تقل عن 40 في الرجل اللي هو هنا، فديت اقل من 40. الله، يبقى الريسك ليه البروفايل ده وحش او وحش؟ طب ما هو مبسوط فمش فارقه معايا، انت زعلانه ليه؟ ما هو هيقول لي طب مش عايز اخد علاج يا اخي، طب يعني ايه الصداع؟ اشرح له ايه؟ برافو. ان هنا في هاي كارديو فاسكولار ميشن، يعني هذا البروفايل كان ليد تو ستروك او كوراري او بريفيرال فاسكولار ديزيز ات ذا اند اوف ذا داي. لازم افهمه دي، انا ليه عمال اعذبه تريتمنت وستاتين وكلام الكلام ده كمان شويه؟ تو بروتكت ذا بيشنت من كومبليكيشنز للاسف الشديد ما لهاش اعراض في الاول، يعني الديسليبيديميا ما لهاش اي اعراض، البيشنت ما عندوش اي مشكله، ودي صعوبتها انك تعالج حاجه اسيمتوماتيك بالنسبه للبيشنت صعب جدا تقنعه. بس لما تتكلم معاه وتقول له ان انا لما اقلل الارقام دي واظبطها ده بيقلل جدا احتمال حدوث كارديو فاسكولار ايفنتس معظم الناس. ايه تاني معمول؟ الكرياترين 1.1 كويس ولا وحش؟ يس ولا نو؟ والله اي دونت نو. يعني انا كده ماشي حالف ولا نورمال ولا ما اعرفش لسه؟ هناخد كمان شويه انا ما اعرفش لسه. او في السكه من شويه. الكلمه اللي بعدها دي مهمه قوي 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 قوي. اسمها يورينري قلب الكريات انجريشن. يورينري ايزر اي سي ار. يعني ايه يورينري اي سي ار؟ يعني تاخد عينه بول وبقيس فيها حاجتين الالجومين والكرياتين وبحسب قيمة ده على قيمة دي ريبليسنج زمان ما كان يقع في 24 اورز يورينري الجومين. كان الواحد عشان يشوف هل في البوليوريا او لا ويعمل لها كوانتيتيف اسسمنت يحوش بول 24 ساعة، يعني من دلوقتي أو الساعة 1 لبكرة الساعة 1 الواحد يعمل يورينيشن في إزايز كبيرة كده. تاني يوم الصبح هو والأولاد والمدام كل واحد إزازته ويروح المعمل الراجل جاي أهو جايين يعملوا رنة قلب من أهو. الموضوع ده خلاص عفى عليه الطالب. محدش معلش أنا حضرتك أهو في حاجة سهلة قوي إن أنا آخد عينة واحدة وقيس فيها الالجوريثم بس مش لوحده. لازم نقيس الكرياتين كمان عشان ده هيحل لي مشكله هل هو كونسنتريتد يورين ولا دايليتد يورين ولا عين شرقي واكل ايه؟ واقسم ده على ده. الرقم اللي يطلع حد يعرف نورمال يبقى كام؟ نورمال يورينري البومين على كرياتين ريشيو اقل من 20 33 الله ينور نورمال اقل من 30 من 30 ل 300 اسمها مايكرو البوميوريا. احفظوا الكلمه دي. اكتر من 300 يبقى اسمها ماكرو البوميوريا، والاثنين يودوني ان في دايابيتك نيفروباثي. الحاجتين دول بيشخصوا دايابيتك ايه؟
في رأس. بس طبعاً الشجارة وجدعانة والأحسن إنك تشخصها في مرحلة المايكرو ألمينوريا لأنها ريفرسبل بتاع ليها مانجمنت بتاع المايكرو بتبقى ديفيكولت. نرجع لـ 130 دي كويسة ولا وحشة؟ المايكرو الراجل ده برافو عليك عنده مايكرو ألمينوريا. الليفر انلاينز طبيعي. خلصت التحاليل بتاعتك. رسم قلب مفيش حاجه ساين ريس نو ايفيدنس اوف اني هايبر تنسيف اور سكيلت تشينج رسم قلب جميل اي مشكله هذه الفانتس اللي انت اخترعها وفي الفاينل بتاعك في الحياه عنده ايه؟ عنده الجنوبسي بقى لها فتره بروليفرت في العين اليمين ما بروليفرت في العين الشمال فبرضه اليوم ايه؟ تشخص. اوكي. تشخص ايه؟ عنده ايه بقى؟ استاذ عادل. انا معاك. كل ده المفروض نعمله مع البيشنت اول يوم. يس. تايب 2. تايب 1 بتديله خمس سنين قبل ما تبتدي تعمل فاندس او تبتدي تعمل البنوريا اسسمنت او تبتدي تطلب له الليسته الطويله العريضه. تايب 1. طيب 1 سكرينينج فور كومبليكيشنز بتبتدي بعد خمس سنين من التشخيص. ليه؟ لان هو يوم ما حصل يوم ما بدا تايب 1 تشانس. لكن تايب 2 لا. لازم يبقى فيه بلاك جاب ما بين اليوم اوف انست واليوم اوف دايجنوزز. عشان كده بنصح بسكرينينج اوف كومبليكيشنز. فالتايب 2 بدون ما يتشخص. لان القاعده ان هو بقى له فتره عنده سكر. لكن تايب 1 يوم ما بيبدا ما بيستخباش في شخص. مين يقول التشخيص بتاع عادي؟ ما حدش يقول عنده سكر ارجوك انا عايز لسته كده لان لو كتبت تشخيص صح هتعرف صح كمان يعني حتى تعليما في حاله كده في الامرجنسي لو كتبت الدايجنوزس يكون كده صح مش هتنسى حاجه كمان هتلاقي نفسك الله ده مع هايبرتنشن لو ما كتبتش انت ايه هتنسى الله ده عنده يعني البيرفكت هعمل فيها ايه؟ هتكتب ايه بقى التشخيص؟ طبعا كنترول تايب 2 دايجنوزيس كومبليكيتد ويز مايكرو هاسبيتال كومبليكيشن قال لي بقى تايب 2 دايجنوزيس بيقول لي دايجنوز تايب 2 دايجنوزيس بيشنس كومبليكيتد باي مايكرو فاسكولار ديزيز اه عن تايب 2 دايجنوزيس عن هايبرتنشن عن الرأسي عن ديس الإبيدميا عن الرأسي عن الرأسي عن الإكتال ديسفانكشن بنفسنا لوحدها دلوقتي لأنها مالتي فاكتور ولأنها هامة ولأنها الناس بتتكسف تجيل هيدا لازم بقى تخش انت على تركيزك العيان عن الإكتال ديسفانكشن نقطة في منتهى الأهمية عن ساعات يجيلك ويمشي وهو مبسوط يقول كتير خلي بالك فبالتالي اسف بقى مفيش حياه يبقى عنده سكر وضغط وديسليبيديميا يعني لما صاحبه عزم عليه يشيل سكر كان يوم اسود بالنسبه لي فاكرين اللي انت القصه؟ اطمن كده على الجنوب شوف هو طبعا اكتر هو خدمه يعني احنا بنتكلم علميا بالعكس هو خدمه بس بالنسبه لنفس البيشنت كلماني ومال الليسته دي. اوكي. هات الدايجنوز دايابيتس مش هنضيع وقتكم فيها لكن هما ثلاث حاجات من مين؟ سكر صايم 126 سكر فاطر 200 سكر عشوائي 200 في وجود سيمتومز اوف دايابيتس يبقى ثلاثه كريتيريا عشان اشخص فيها السكر. صايم فوق 120 فاطر فوق 200 عشوائي عشوائي يعني لا هو صايم ولا هو فاطر يعني لا هو فاستنج ولا هو 2 اورز بالظبط بعد الاكل لكن في اي وقت في اليوم ريجاردلس اكل انا ما اكل باكل بقالي 3 ساعات بس استنى انت اكلت برتقاله اكل شويه وبتاع اسمها مندل
برافو. سؤال حلو، يعني هو اكتر من 8 ساعات صيام يوصل لغايه كام؟ كيف توصل لغايه 17 ساعه ونص؟ هل ده هيبقى ريبريزنتيف؟ اب تو 12 ساعه، هل كنت يعني؟ يبقى الصيام ده من 8 ساعات ل 12 ساعه. الراجل عنده السكر قال في 8 ساعات دول شرب كوب ميه. هيبقى راندم ولا فاستنج؟ فاستنج ولا راندم؟ فاستنج، لان الميه ما فيهاش اي كامل. برافو عليك. وجا كده السنه اللي فاتت في الجايد لاينز راحوا مزودين حاجه اللي هي ان انا ممكن اشخص سكر الاي 1 سي. ان لو عملت اي 1 سي طلع اكتر من 6.5 دايجنوستيك اوبيرتس. بشرط بشرط ان يكون ستاندردايزد لاب، يعني معامل تتفق على طريقه معينه اسمها ديس تي اس اي. ما عندناش في مصر بس عشان بس ما عندناش. وطالما ما عندناش الشرط ده يبقى مش هنستخدم الـ U1C في التشخيص. قراءة واحدة من نفس التيست ولا اثنين؟ برافو عليك. قراءة واحدة من الثلاثة دول بتشخص سكر. يعني زي ما حصل كده، 211 فاست. معنى كده عندي سكر؟ لا، هنعيد التحليل بكرة ونشوفه كام. تاني يوم لقيت الفاستنج أكتر من 26 دايجنوستيك. يبقى قراءتين في يومين مختلفين أباف هذه الثريشولد. ممكن اخد اثنين فاستنج؟ اه ممكن اثنين فاستنج. ممكن اخد اثنين 2 اورز بوست براكت؟ اه ممكن اخد واحده وواحده، انا حر. اختار اي واحده بس كررها او كرر اي واحده من الثلاثه في يوم ثاني. لان في حاجه اسمها لاب ايرور، في حاجه اسمها ستريس هايبر جليسيميا. يعني ممكن السكر عالي دلوقتي لكن بعد كده عليه كل ما حلله طبيعي. طب ليه كان عالي دلوقتي؟ عشان خاطر في ستريس رهيب. بيطلع شويه كاتيكولاميد تتحل السكر شويه. تحصل. لكن دي مش بريزيستنت هايبرجلايسيميا، مش دايابيتس. دي فايدة ان انا اعيده في يوم تاني واشوفه كام. ديسيجن عشان شخص السكر، ديسيجن في حياه الشخص يعني. ان هو جاي سكر. تفرق كتير عشان بس هنعمل فيه ايه؟ هستفيد من الاي 1 سي بعد؟ نعم؟ هستفيد من الاي 1 سي. هستفيد بيها في الفولو اب. هشوف سكره مظبوط ولا لا، دي فايده الاي 1 سي. لكن جم في الجايد لاينز الحقيقيه انا ما نشخص بيها، بس عشان تحترم الستة ونص دي لازم تكون عامل اساسي معين متفق عليه في كل المعامل. للاسف كل واحد عندنا بيجيب كيت اللي بيجيبها من ماليزيا، اللي بيجيبها من كوالالمبور، اللي بيجيبها من ساحل العاج. الكيتس بتاعت الاناليسيس مختلفه، مش كلها نفس الاساسيه. ما اقدرش اشخص مرض بحاجه فيها ايه؟ فريش. هو لو شخص حاجه من الثلاثه ولا حاجه من الثلاثه؟ يعني انا عملت صايب اكتر من 26، بكره عملت صايب اكتر من 26 شخص بالظبط كده. السؤال حلو، هل لازم الثلاثه واحده من الثلاثه؟ بس اتاكد منها في يوم ثاني. اوكي، مين يجاوب السؤال الغريب ده؟ عارف عادي انت عنده مشكله ان هو النهارده شخص عنده ريتينوباثي ونيوروباثي ونيوروباثي. الله، طب هو كده الراجل ده لو كان فيه حمله قوميه، حمله قوميه لتشخيص مرض السكر، كل الشعب بيفحص اتحاد سكره، كان ممكن من 12 سنه يتشخص. صح؟ كان ممكن يتشخص من 10 سنين، من 12 سنه، من 8 سنين، ايا كان جاله سكر امتى، وما كانش فيه كومبليكيشنز دي. هل احنا ممكن ال 86 مليون هل دول سكر؟ لازم؟ برافو عليك، برافو عليك يا ريتي. لا، مفيش سكريننج في الدنيا بيبقى كل الناس. واحد مولود عنده يومين ذنبه ايه؟ مثلا. بس السؤال بقى في كريتيريا، ادي كريتيريا الفرد بعد سن ال 85 لازم يحلل سكر.
طب لو هو اقل من 45 سنه لسه في ريعان شبابه، هشوف هل هو سنين ولا لا؟ مش سنين، لا يا حبيبي سنين البي ام اي فوق 25. لو في اني او ذيس ريسك فاكتورز لازم يتعمل له سكرين اللي هي inactivity اظن فرزت كبيره لازم عنده سكر، واحد عنده هيستو جيستيشن دايبيتس، واحد عنده ضغط، واحد عنده كوليسترول عالي، واحد عنده بوليسيستيك اوفري، واحد عنده اكنتوس نيجر كانستاليشن في نوع الضربه بيجي في القفا وتحت البط الجلد بيبقى غامق هايبر بيجمنتد سكين جلد سلاي تقول ان في انسولين ريزيستنس يعني. او لو في هيستوري اوف كاردي ماسكولار ديزيز اي حد عنده مشكله في القلب او في الشرايين. يبقى تاني مين اللي لازم يحدد سكر بصفه دوريه يعني مش في سكر ولا لا؟ فوق سن 45 كل الناس، اقل من سن 45 لو مش اوفر ويت سيبه في حاله، لو اوفر ويت شوف هل عنده اي حاجه من دول، في اي حاجه من دول ايفن 1 this patient لازم يعمل فحص.